السلام عليكم. عليكم السلام، عرف يعطيك اسمك. العافية أخي الكريم. الله يخليك. مكتب لجنة المراقبين، ما هيك؟ ايوه يا فندم، أخي غرفة الكريم، العمليات في القاهرة. الله يعطيك العافية. اتعرف باسمك؟ أبو حمزة الكردي. ابو حمزة الكردي، الكردي. اهلا وسهلا بك، عمر يا فندم. بارك الله تكلم فيك. منين يا فندم؟ بتكلم معك من دمشق. دمشق العاصمة. نعم نعم يا فندم، أخي تفضل. الكريم، يعني أتت اليوم لجنة المراقبين نعم ورأوا ما يحصل بأم أعينهم، نعم يا فندم. تمام، وحتى ذهبوا إلى منطقة الميدان وكان برفقتهم عناصر الأمن، نعم ولم يمكثوا هناك إلا 10 دقائق فقط، نعم علما أنه كانت هناك مظاهرة حاشدة قبل ربع ساعة فقط. نعم أخي الكريم، أتتنا تسريبات أن رئيس اللجنة قد أودع في حسابه مبلغ 100 مليون ليرة في الإمارات، حساب أحد أفراد أسرته. تمام تمام يا أخي فندم. الكريم، هذا الخبر إن شاء الله موثوق، أحد أفراد أسرته أودع في حسابه مبلغ 100 مليون دولار. تمام. نعم الشيء الآخر أخي الكريم، اللجنة هناك يعني معلومات أنها متواطئة مع النظام، ولا يعني حتى الناشطين لا يملكون أرقام هواتف للاتصال معهم، نعم يا فندم. أليس من المفروض أن يكون لدينا أرقام نتصل معهم وندلهم على لا يا المناطق فندم، الساخنة؟ طبعا يا فندم، انت حضرتك لو اديتنا الرقم بتاعك هم هيتصلوا بك حالا. طيب أخي الكريم، أنا عندي أرقام ناشطين ممكن أعطيك إياهم؟ يا ريت يا ريت، ودينا طيب الاسماء وهم هيتصلوا بهم حالا يا فندم. طيب أخي الكريم، هناك يعني حتى حوادث قتل جرت أمام أعينهم. لو حضرتك تحب ان هم تكلموهم، ادينا رقم تليفونات واحنا نوصل لهم التليفونات وهم يكلموكم فورا. بارك الله بك، يعني نحن نريد يا ريت يا تعاون، فندم. يعني لا لا يا الشعب فندم، يقتل، احنا في يعني في الشعب يقتل، يعني هذه رسالتنا إليكم. أنتم يعني رأيتم ما يفعل النظام، ويعني لا طبعا يا فندم، احنا أخي الكريم، كل حاجه طرى في البحث، في بحث الجامعه في سوريا موثقه ومسجله وبتوصف لنا، وهنعمل هيكون في تقرير شامل كامل عن كل ما دار هناك. ولو تحب حضرتك زي ما قلت لك تديني رقم تليفون اشخاص انا اقدر اوصلهم ارقام التليفونات دي اللي بحثها في سوريا، انا تحت امرك وهوصل لهم وعلى طول هيتصلوا بهم مباشره. بارك الله بك أخي الكريم، ولكن سؤال فقط، تمام. لماذا يخرجون على وسائل الإعلام ويقولون أن الأمور مطمئنة؟ ما يعني لماذا، ما السبب؟ لا يا فندم، هو ما في سبب ولا حاجة، هي تقارير بتجينا وكل التقارير دي هتكون الظاهرة بوضوح الشمس بعدين، يعني أخي الكريم، في طور ما الإعداد حصل دلوقتي. اليوم في ريف دمشق إلى الآن إطلاق رصاص، والآن إطلاق رصاص فين يا فندم؟ إطلاق رصاص في المعظمية، وين وين؟ في منطقة المعظمية منطقة المعظمية؟ حاضر. ودوما، المعظمية، والآن أيوه. مظاهرة حاشدة في منطقة قدسية. مظاهرة حاليا موجودة تمام، حاليا موجودة. والشيء الآخر أخي الكريم، في منطقة كم؟ في منطقة يا فندم؟ في منطقة قدسية، كود سير قدسية قاف دال قدسية. قدسية نعم، قدسية قدسية. نعم. الشيء الآخر أخي الكريم، أتتنا معلومات أن اللجنة ذهبوا إلى حرستة، واللجنة لم تأتي إلى حرستة نهائيا، لا يا فندم، لا 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 أخذوهم لا إلى لا منطقة، دعني أكمل لك، أخذوهم إلى نعم، منطقة معك معك. اسمها ضاحية الأسد، وأزالوا اللوحات وكتبوا هناك حرستة ترحب بكم، يعني أخذوهم للمنطقة التي فيها الغالبية من طائفتهم، من طائفة النظام الحال، نعم وإلى نعم الآن يجري يعني تلاعب باللجنة وبمسميات المناطق، وأنا نعم الآن بعد قليل سأعطيك الأرقام للناشطين حتى تتواصلوا معهم يا ريت وتروا بأم أعينكم. يا ريت يا فندم،
يا ريت. اخي احنا الكريم. بنتمنى انه احنا بنتمنى من الاخوه معانا انكم تتعاونونا بحيث ان احنا نكشف الحقيقه كامله، لان طيب احنا ما دارين الا الحقيقه. اخي يعني انت الكريم ممكن تدينا ارقام التليفونات، احنا تحت امركم وحنوصل للبحث هناك وهم هيتصلوا بكم بارك الله في فيك. خلال ساعه، يعني بالكثير حتكون ساعه حيكون اتصلوا بكم. الشيء الاخر اخي الكريم، انشانا نعم. صفحه القائمون عليها هم جميع الناشطين في كل المحافظات والمناطق. الصفحه اسمها على الفيسبوك الثورة السورية داش. الصفحة الرسمية لنقل الأحداث والمجريات إلى لجنة المراقبين. الثورة الصفحة السورية الرسمية لي الثورة السورية داش. داش الصفحة الرسمية لنقل الأحداث والمجريات إلى لجنة المراقبين. هذه الصفحة يعني حتى إذا كان هناك خروج لمظاهرة سوف نضعه على هذه الصفحة لنرى إن كانت اللجنة ستأتي أم أنها لا تأتي. إن لم تأتي ولم تلبي مطالب هذا الشعب ولم لا. تأتي إلى أماكن حشود نعم. المظاهرات فإذا هي متواطئة مع النظام. حاضر يا فندم، أنت بس يا ريت بعد إذنك الأرقام التليفونات تاعنا اللي طالبها. طيب بارك الله فيك، أنا أتصل معك بعد قليل إن شاء الله. أهلا وسهلا بك، شكرا، سلام أهلا عليكم. وسهلا، أهلا وسهلا، شكرا.